تنطلبوا من الناس على انهم يبدلوا السلوك ديالهم داخل الحمام، لان الظروف فرضت هذا الامر. مرحبا بهم يتحموا، ما عندنا حتى شي اشكال، ولكن يستحضروا هذه القضيه ديال الماء. وماشي غير نقولوا التحسيس خاصو يكون غير على الحمامات، راه التحسيس على الماء راه خاصو يكون جميع المرافق. راه كاين الناس اللي تيغسلوا السيارات، كاين لي بيسين، كاين بزاف ديال المرافق اللي هي تيخص تعاود فيها النظر في اقتصاد ديال الماء. هذه الحمله كتجي تتويج المجهودات الجباره اللي قامت بهم وزاره تجهيز الماء في اطار برنامجها ديال التوعيه والتحسيس من اجل رفع التحديات المطروحه من خلال مطروحه اللي طرحتها، يعني وضعيه الجفاف اللي كتعرفوا بلادنا، وكتدخل كذلك في اطار برنامج التوعيه والتحسيس الخاص بالبرنامج الوطني لتزويد بالماء الشرب والماء السقي 2020 2027. ووضعت وكاله الحوض المائي لابرقراق والشاويه هاد الحمله في برنامج التوعيه والتحسيس السنوي ديالها. الهدف منها هي توعيه المواطنين والمواطنات بضروره الحفاظ على الموارد المائيه، الاقتصاد في استعمال الماء، الكف عن جميع السلوكات اللي من شانها هدر المياه، واتباع سلوكات جيده من شانها الاقتصاد في الماء. بالنسبه للحمامات، المواطنات والمواطنين مطالبين باستعمال الماء بواحد الطريقه معقلنه، يعني بركه من داك السطوله اللي كيبقاو كيفيضوا، السطل كيعمر وفي كيفيض، ما عنده حتى شي معنى. الروبينيات ما يبقاوش مفتوحين، يعني الروبيني يتسد، اللي شاف شي روبيني خاسر او لا دي يعلم به صاحب الحمام. يعني هادو كلهم واحد السلوكات اللي من شانها تحد من الهدر ديال هاد الموارد. تخيل لو كان واحد ربعه الناس كل واحد اقتصد في واحد السطل ديال الماء في الغسل، راه عندنا نقدروا نوصلوا حتى ل 20% ديال الاقتصاد في الموارد المائيه. التواجد ديالي اليوم هو المشاركه في انطلاق الايام التحسيسيه لترشيد الماء. ترشيد الماء الشيء الذي املاه النقص الحاد في الامطار والخصاص الكبير اللي هو تعرفه بلادنا في هذه الماده. الحمام من المرافق الاساسيه والضروريه كما كتعرفوا في المجتمع المغربي. فالحمام يؤدي خدمات اجتماعيه الى جانب خدمات اللي هي اقتصاديه كذلك، لانه يشغل وكذلك تحرف اخرى اللي هي موازيه معه، تهي راها يعني تهي تنشط معه. ثم ان الحمام متسق بالثقافه ديالنا وبالتقاليد ديالنا منذ القدم. فالحمام حاضر في الافراح، حاضر في كل المناسبات، ف بالاضافه ان له فوائد صحيه. اذا حنا باش نتحموا بسلام تيخصنا بعض الامور اللي هي تيخصنا نراعيوها، وكاين بعض السلوكات اللي خصنا نغيروا منها لا سيما داخل الحمام. وبهذه المناسبه تنطلب الزبناء الكرام اللي تيجوا والزبونات اللي تيجوا للحمام باش يستحضروا هذه القضيه ديال الماء ويتعفوا في الاستعمال ديالو بما يرضي الله، لان حتى الاسلام كذلك راه يوصي بالتقليل في الماء والاحتفاظ ديالو، لان الماء ما تيتصنعش، ما تيتستوردش، ما تي هذا. فالماء هو هبه من الله تبارك وتعالى، ونحن لسنا قانطون من رحمه الله. ربي غادي يعطينا الغيت وغادي يعطينا، ولكن هذه الماده يجب علينا ان ندبرها على بصفه اللي هي جيده جدا باش نستافدوا منها، وباش الاقتصاد ديالنا يبقى مزدهر، ونحن في حاجه اليها في كل ساعه وفي كل حين.